يقول السائل: ما حكم الدعاء بعد كل شوط من السعي؟ الدعاء في أشواط السعي أو بعد السعي لا بأس به، لكن ما هو واجب، ولا هناك دعاء معين، بل يدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر. فالدعاء في أثناء العبادة من السعي أو الطواف أو الصلاة أو غير، الدعاء في أثناء العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة، والدعاء بعد العبادة مشروع، ولكن لا يحدد دعاء معين، بل يدعو بما تيسر له. نعم.